تاني، قول الو. اوعى تغلط بقى الو لحسن. توت توت، وحشتني توت، وحشتني ليل، وحشتني ليل. صالح جمعه. ده اكيد خلاص من اول قلم. مساء الخير كابتن هاني، الخير تام. اهلا بيك حبيبي يا صالح، ازيك اخبارك ايه؟ ازي حضرتك، وحشني يا صالح. اخبارك انت يا حبيبي؟ طمنا عليك. انا مبسوط جدا يا كابتن ان انا النهارده بتكلم معاك انت وكهربا في نفس الوقت، فدي ذكريات. شفت بقى والله بجد يا كابتن. حبيبي يا صالح، يعني حاجه انا مبسوط بيها جدا، وحاجه بتفكرني بايام زمان، ايام كنا مع بعض كلنا واحنا صغيرين. فطبعا انت يعني انا مبسوط انا مع حضرتك النهارده، يا رب تبقى الحلقه كويسه للناس كلها النهارده. حبيبي يا صالح، واحنا طبعا سعداء انك موجود معانا في بيتك، في بيت النادي الاهلي، وسعداء انك طبعا مع كهربا، وزي ما انت قلت ذكريات جميله. كلمنا بقى كده مع كهربا على بعض الذكريات وبعض المواقف، اللي اكيد مواقف كتير اللي مريتوا بيها. في البدايه طبعا يا كابتن، يعني انت حضرتك كنت مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، انت لعيب ربنا يخليك، كنت مكسب دلوقتي للقناه، ان انت حضرتك قيمه كبيره بالنسبه لنا كلنا، يعني تبقى موجود في المكان ده. حبيبي يا سعد، ده حاجه بتعلي من قناه النادي الاهلي ان حضرتك تبقى موجود بجد يا كابتن. لا ده شرف لاي حد ينتمي. ثاني حاجه طبعا يعني انت حضرتك عارف علاقتي مع كهربا، يمكن احنا واحنا صغيرين في قطاع ناشئين في نادي انبي، وبعدين طلعنا الفريق الاول سوا، واحترفنا سوا في نفس الفتره، ولعبنا في الدوري السعودي سوا في نفس الفتره، ودلوقتي موجودين في النادي الاهلي مع بعض. فبجد وجود كهربا معايا حتى في النادي يا كابتن، لما تبقى انت عندك لعيب معاك في النادي، انت فعلا متاكد من صراحته ومن شعوره ناحيتك ان هو بيتمنى انت تبقى كويس ويساعدك، دي حاجه بقى الواحد بيفتقدها الفتره الاخيره في مصر وفي الكوره في مصر عامه يا كابتن. لما تلاقي حد بجد هو مبسوط انك انت ترجع تاني تبقى موجود وتنزل التمرين ويشجعك في التمرين، وبعد كل التمرين يكلمني كهربا على الموبايل ويتكلم معايا في التمرين، وبعدين انا كنت كويس وبعدين النهارده قصرت في التمرين وكل الكلام ده كله، كلمني بعد التمرين بالليل انت فين بتعمل ايه في حياتك الكلام ده كله. الواحد بجد يا كابتن كان مبسوط حد زي كهربا انه يبقى موجود معاه في النادي، يبقى سبورت ليه بالشكل ده، بيبقى بيخاف عليك بالشكل ده وبيبقى نفسه يشوفه ناجح. وزي ما قلت لحضرتك يعني هو كمان مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، يعني بصراحه يعني فنيا ما فيش حد يختلف النهارده على كهربا، وجود كهربا في النادي الاهلي طبعا فنيا مش هنتكلم عليه، يعني هو اضافه كبيره لينا، ووجوده حتى كابتن عامل حاله من السعاده بالنسبه لنا، ومدينا كلنا كلاعيبه ثقه كبيره. لما تجيب لعيب كبير بامكانيات كبيره كابتن يبقى موجود معاك في النادي، في صفقات معينه واسماء معينه لما تيجي النادي يا كابتن تلعب معاك، انت نفسيا بتبقى راكب المنافس، ونفسيا بتبقى مرتاح طبعا، نفسيا بتبقى مبسوط. فاتمنى له التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله يا كابتن. لا ان شاء الله، وخلي بالك عليك شغل كبير كمان يا صالح، احنا كلنا امل كمان. احنا عارفين امكانيات صالح جمعه كويس قوي، امكانياته الفنيه العاليه. انا عن نفسي يعني صالح من اللعيبه اللي كانوا مميزين، وكان من اسباب وصولنا للاولمبياد، فان شاء الله نشوفك في احسن حال يا صالح، منتظرين، والنادي الاهلي منتظر منك الكتير قوي. و خلي بالك الفترة اللي جاية عمرو السولية هيقطع الاسيست عنه، ف لازم خلي بالك بقى ايه هيبص لك انت يعني. لكن صالح الفترة اللي فاتت دي كابتن والله بجد يعني مش خاطر، يعني اخويا وصاحبي بجد الفترة اللي فاتت دي ملتزم جدا، ويمكن يعني انا بستغربه ان انا باجي النادي الاقيه، يعني الاقيه هو قاعد كده مستنيني، ويلا عشان برضه ندخل الجيم دايما، يمكن في الجيم دايما الفترة اللي فاتت دي كلها، يمكن بدا يحس ان فعلا يعني هو يحس بنفسه ان هو لازم يرجع تاني، يرجع احسن لاعب في مصر طبعا، وهو يمكن نزل من وزنه كتير الفتره اللي فاتت ديت يعني، وان شاء الله يعني هو يعني الفتره الجايه دي يبقى يرجع يلعب تاني باذن الله. حاجه كويسه طبعا. صالح هو الجمهور بيحب جدا كابتن صالح ومرتبط بيه جدا، ويمكن ده برضو مؤثر يعني يمكن في نفسيتك كابتن صالح مش كده؟ طبعا. لا يعني انا في الفتره بجد اللي انا موجود فيها في النادي، يمكن انا اللي هي الحته الوحيده اللي انا بتخليني ابقى ارجع وابقى كويس وبركز وكل الكلام ده، هي حته الجمهور والحته اللي في السوشيال ميديا انا متابعها، بشوف رد فعل الناس بيبقى عامل ازاي. يعني انا لما نزلت التمرين اخر مره بعد الفتره الطويله اللي كنت بقيت فيها عن المشاركه في التدريبات، بعد اول يوم تدريب لما انا مسكت الموبايل بتاعي وشفت رد فعل الناس، بجد يعني انا بجد كنت قاعد لوحدي وكنت مكسوف ومحرج من نفسي جدا. رد فعل الجمهور يعني انت لعيب كوره والجمهور بس مبسوط ان انت رجعت تمرين وموجود في التمرين، فالناس كانت فرحتها عامله ازاي؟ بتقول كان اكتر ايه؟ يمكن اكتر لعيب. دي حاجه طبعا بتديني الفتره دي. طبعا لا يعني الفتره دي يمكن انت اكتر. بقول لك ايه؟
شبه كبير جدا نرجع بشكل كويس ان شاء الله. طب احنا يمكن انا لسه كنت هتكلم دلوقتي، بس هو الساعه 12 ل 10 في تمرين الصبح، انت مش هتنام ولا ايه؟ هنام بقى احنا في العصر. هلا خلاص، اصل هو عيد ميلاده كمان يومين، فخلاص ماشي. ايوه كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. طيب يا كابتن. حبيبي حبيبي. انا ما شفتش حد يعني، يمكن بجد والله يعني في مصر كل الجمهور بيحبه كده، اكتر لعيب عندنا في الفريق والله الجمهور بيحبه بجد يعني، ما شاء الله ربنا يحفظك والله، وان شاء الله ترجع كده تكون عند حسن ظن الجمهور النادي الاهلي تاني باذن الله. يمكن يا رب يا رب يكون سبب من اسباب ان شاء الله فوزنا ببطوله افريقيا ان شاء الله. صالح ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. انا عن نفسي بصفه شخصيه كهاني رمزي، وانت عارف علاقتي بيك يا صالح من زمان، احنا كلنا امل. انا بكلمك واحد من جماهير النادي الاهلي، عندنا امل. انا عارف عارفين امكانياتك الفنيه كويس قوي، اتمرن زي ما انت ماشي، التزامك على اعلى مستوى، ما جاتش النهارده يبقى هلعب بكره، ما جاتش بكره يبقى هلعب بعده، لان انت في كيان كبير جدا اسمه النادي الاهلي، وانت عارف وانا متاكد انك عارف المكان اللي انت فيه، زي ما كهربا عارف المكان اللي انت فيه. فمكان النادي الاهلي دوت حافظ عليه بايديك وسنانك، ما كانش النهارده هيبقى بكره، فرصتك جايه، كلنا وراك يا صالح، وباذن الله ان شاء الله زي ما بيقول كهربا كده كتيم وورك ان شاء الله نوصل بطوله الدوري، بطوله افريقيا، وانت كمان نشوفك شايل كاس افريقيا باذن الله يا صالح. ان شاء الله باذن الله كابتن. ويعني وبجد انا يعني الواحد لما كنت موجود مع حضرتك، انا بجد لحد النهارده بتمنى انا ابقى موجود مع مدرب زي حضرتك بيعرف يتعامل كويس جدا حتى مع اللعيبه بطريقه معينه، كل واحد ليه معامله معينه نفسيا بره الملعب وجوه الملعب. فانا كنت محظوظ ان انا اتمرنت معاك كابتن هاني. حبيبي يا صالح حبيبي، ومبسوط جدا ان انا النهارده بتكلم معاكم في خطوات النادي بعد الفتره الطويله اللي فاتت طبعا، ومبسوط ان كهربا النهارده موجود معاكم. ويعني انا وانت ان شاء الله تنورنا قريب كمان يا كابتن. طبعا ده بيت طبعا، وده شيء سعيدني وشرفني يا كابتن هاني، وانا مبسوط ان كنت معاك ان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي. نورتنا يا صالح، نورتنا يا حبيبي، ربنا يخليك كابتن. هو لعيب عنده امكانيات عاليه جدا، والجمهور منتظره واحنا منتظرينه، وان شاء الله يرجع. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نكمل.